52 ألف تذكرة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي في بطولة الانتركونتيننتال. مصدر خاص بالنادي الأهلي بيؤكد الأهلي حصل على موافقة الأمن في 52 ألف تذكرة لمباراة العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر القادم في استاد القاهرة. بالتوفيق للنادي الأهلي والانتصار والصعود للمباراة قبل النهائية في بطولة الانتركونتيننتال والحصول على كأس الأفرو أسيوية الأهلي والعين الإماراتي. إمام عاشور يظهر بنيولوك جديد في تدريبات الأهلي اليوم، وجماهير الأهلي تعلق على صورته. بداية تصحيح المسار يا إمام، كلنا في ظهرك وبندعمك. إن شاء الله يعود إمام كما كان وأفضل إن شاء الله بدعم جماهير النادي الأهلي وبقوة ومهارات إمام عاشور. الكابتن محمود الخطيب يطير إلى اليونان من أجل حضور الجمعية العمومية لأندية أوروبا بدعوة خاصة من ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان. دائما النادي الأهلي بوابة النجاح، دائما النادي الأهلي مصدر السعادة ومصدر الفخر للكرة المصرية والكرة الإفريقية في العالم بالكامل. الأهلي يستكمل تدريباته استعدادا للسوبر المصري واستعدادا لمباراة العين الإماراتي القادمة. بالتوفيق للنادي الأهلي وتحقيق السوبر المصري، ومن بعد كده تحقيق فوز على العين الإماراتية. لايك وشير وسبسكرايب، وانتظروا من المزيد من الفيديوهات.